حضرت مع دكتور احمد الزهودي 6 مؤتمرات، حضرت 5 مؤتمرات. ممتاز، يعني ما شاء الله كان بيدعوني كل سنه وبجي اقدم محاضراتي وبتعلم كمان من الشيء بعرض. يعني الملاحظه المره دي التنظيم عالي، في نفس الوقت التقنيه يعني فاقت تطورت مره، يعني متفاجئين الليله اليوم الاول ولقينا حاجه بجد يعني ما شفناها في مؤتمرات حتى في يوروب. يعني الحاجة الثانية الفائدة بتاعت المؤتمرات صراحة هي التلاقح العلمي، يعني الناس بتجي بأفكار كل واحد في تخصص مختلف، يعني البصريات هي نفسها مو بس بصريات، هي فيها التخصصات ممكن تكون 6 إلى 7 تخصصات. فدكتور سيف متخصص في شيء وأنا متخصص في شيء مختلف تماما، دكتور أحمد عنده تخصص مختلف، فبنجي كلنا بنقدم أوراقنا في شيء جديد الحاصل في العالم. فالحمد لله المرة دي أنا لاحظت يعني الناس يمكن الجائحة فادت الناس إنهم جلسوا كثير على الإنترنت وفتشوا وبحثوا وجابوا بحوث وإيش حاجات جديدة. شاركت بورقة عندك؟ أنا بورقة؟ مشاركتي بعد بكرة آخر يوم محاضرتي بورقة. أيوة اللي هي بخصوص بالضبط هي عن السودان وأنا تخصصي في العرصات اللاصقة، فبشوف المشاكل اللي بتحصل أو التعقيدات اللي بتحصل أو المضاعفات اللي بتحصل نتيجة عرصات اللاصقة، سبب شنو بالضبط. فعملنا بروبوزل كبير والحمد لله اخذنا من 2019 اللي هو اللي مسميه الابروف الاول موافق من جامعه النيلين ان نقيم هذا البحث، وحتى مشاركين فيه ناس من برا السودان. فبدينا بالجزء الاول وخلصناه ونشرناه والحمد لله في اعلى من اعلى المجلات العلميه الموجوده في العالم بيسميها هي تصنيف Q1، نشرت قبل شهر بالضبط وانا حبيت اشارك الناس هنا فيها. فيعني الغرض من القصه انه حتى هنا ننقل خبره بتاعتنا في البحث هذا للشباب اللي حاضرين المؤتمر الاخير هذا، المؤتمر الثالث. فعشان نتلافى هذه التعقيدات اللي بتحصل بسبب العصات اللاصقه وزعنا استبيان لعدد كبير من الناس بيلبسوا عصات اللاصقه، وكانت اسئله شويه كده دقيقه انت كيف بتتعامل مع العرصه اللاصقه، من خلال استشفينا مواقع الخلل بتاعت لبس العصات اللاصقه.